السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم طلاب. وصلنا يونتي 3 تيست 1. put the verbs، ضع الافعال in the correct form، في الصيغة الصحيحة. هسا اول شيء شو نسوي؟ الافعال خليها في الصيغة الصحيحة. add match واوصل the sentences verbs. اول فقرة ايش راح اسوي؟ راح اوصل انا حالهن. اوكي، فت من نمبر 1 لل 6. نمبر 1 دي، ال 2 سي، ال 3 اي، ال 4 اف، ال 5 اي، ال 6 بي. اوكي، وبعد ستارت ايش عندنا؟ عندنا شغله ثانيه، اي شيء بين قوسين لازم تصححه. اوكي، نمبر 1 محلوله، اف يو هاف، اذا انت لديك، اني بروبلمز، اي مشاكل، ويل يو كول مي، هل ستتصل بي؟ هاي محلوله. اوكي، نمبر 2، اف ذا زو، انزل هنا اف ذا زو. هو ناش مكتوب هاف، هو خطا، مو هاف، لازم شو يصير الحل؟ هاز اني سكسس بيلدينج او بريدينج غوريلاز. هاي كلها تنزل، واضح طلاب؟ نغير الهاف الى هاز. بعد يا حرف قلنا احنا السي، they will be put back into the world، واضح؟ نمبر 3، if the panda become، هو ناش مكتوب become، ننزل if the panda ونحول ال become، نضيف لها اس، صارت becomes extinct، ونجي على حرف الاي، the Chinese will feel very sad about it. نمبر 4، if you threw away your phone. نمبر 4 تنزل مثل ما هي، if you threw ما بها اي تغيير، ونكمل it will end up on a rubbish dump. نمبر 5 مثل ما هي، ما بها اي تغيير، ننزل من 1 ل 5 وحرف الاي. نمبر 6، if my sister fail، لا شو يصير؟ fails this exam she will have to retake it، واضح؟ complete the sentences، اكمل الجمل with، مع، will، يا اما نكتب will يا اما shall يا اما نخلي x. number 1، shall I write، هل انا اكتب down اسفل the number الرقم for you. نمبر 2، if we، هناك شيء ما نخلي x، اذا نحن، stay، بقينا، in a hotel، في الفندق، it will، انه سوف، cost a lot، يكلفنا كثيرا. نمبر 3، my uncle، عمي او خالي، will، سوف، let you، يدعك، stay، تبقى، at his house، في بيته، if you go to London، اذا انت ذهبت الى لندن. هنا كروس كش ما نخلي. نمبر 4، they will، هم سوف، بي، يكونون، there، هناك، on time، في الوقت، don't worry، لا تقلق. نمبر 5، shall we، هل يجب، lend you our laptop، يعني ندينك جهاز الحاسوب، to do، لعمل، the job، لعمل الوظيفة. نمبر 6، if your friends، إذا أصدقائك، make a lot of noise، عملوا كثير من الضوضاء، your mother، والدتك، أمك، will get angry، ستصبح غاضبة. نمبر 7، if we don't، إذا نحن لم، do something، نفعل شيئا ما، the dogging will become extinct. واضح؟ test 2، cars are bad، هناك هنا لا ماكو، بس عندنا هاي هنا ال A، بس ال tick true. نمبر 1 ترو، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 7، نمبر 8، عفوا نمبر 9 ونمبر 10، نمبر 8 خلوه فارغ. زين استاذ، هذا الموضوع يفيدنا؟ ما يجي لا امتحان ولا شهري ولا شيء، اغلب المدرسين ما يحلوه كذلك. نجي على البي، these sentences، هذه الجمل، are from، هي من، an interview، من مقابلة، with professor Watkins. match the questions، اوصل الاسئلة، and answers، والاجوبة. اوكي طلاب، استاذ مهمة هاي؟ لا، بس حلوها. اوكي، نمبر 1 دي، نمبر 2 جي، نمبر 3 اتش، نمبر 4 سي، نمبر 5 جي، نمبر 6 اي، نمبر 7 اي، نمبر 8 بي، نمبر 9 اف، نمبر 10 اي. استاذ ما ترجمها؟ لا، ليش؟ مو مهمه.
اوكي ها من ناجي من الحل. السي put the words ضع الكلمات in the right order في الترتيب الصحيح to make sentences لعمل جمل. هذا موضوع مهم. Would you like هل أنت تريد me هل أنت تريدني to wait أن أنتظر. Number two shall we هل يجب come to your house هل يجب أن نأتي إلى منزلك بيتك. Number three it's a big white it's a big white hotel مو بيك خطأ hotel okay. Number four they have an old blue car هم لديهم سيارة زرقاء قديمة. Number five she wouldn't like ugly green dress هي لا تريد أن ترتدي أو لا تحب أن ترتدي فستان أخضر قبيح. الدي ما بيحل. Further practice هنا عندنا حل ما عندنا في الشيء مهم. نكمل ما عندنا شيء مهم نحله. طلاب عيد وكرر وزيد كتاب النشاط للصف الخامس إعدادي بهواي صفحات ومواضيع ليست مهمة لا بالامتحان الشهري ولا نهاية الكورس الأول ولا نهاية الكورس الثاني. أوكي ولهنا نتوقف انتهى اليونت 3. نلتقيكم إن شاء الله المحاضرات الجاية. أنا الموضوع المهم أحله الموضوع المو مهم ما أحله. أوكي.